يضرب هذا الطفل رأسه حزنا على هذا المكان، ويواسيه رفيق دربه من أصحاب الهمم، وحزن كبير يعصف بمشاعر هؤلاء الصبية خوفا على خسارتهم بناية معهد الطفولة السعيدة الذي أنذرت المحافظة إدارته بإخلائه دون إيجاد مقر بديل لهم. وتبرخ ونداهم أبد ما تنسى، أبد أبد ما تنسى المعهد الطفولة السعيدة، وتبرخ وتبرخ ما يتكم تسدون المعهد، يعني هذا بس عن ندرس بي وأنا ما داخل مدرسة، ما عندنا غير هذا المركز، وتبرخ وأنا أمي ميتة الله يرحمها. المكان لم يعد مجرد جدران بالنسبة لهؤلاء الأطفال، هنا تعلموا القراءة والكتابة، ووجدوا أيضاً من يحتويهم بدلاً من المدارس الحكومية، والبعض تعلم النطق أيضاً. ويحاولون اليوم بقلوبهم الصافية وطيبتها الدفاع عن هذه العائلة التي تجمعهم كل يوم. ما عندنا أي مكان بديل نروح عليه، يعني أتمنى، أنا ما متمسكة بالموقع، لا والله، أي مكان يحطون يعني يقبلون يستقبلون أطفالي، يعني هذول أطفالي إذا أنا ما راح أستقبلهم، ولا أي موقع، يعني هسه ماكو شيء بالمجان، يعني ثلاث أرباعهم أطفالي يتامى ومتعففين، يعني محدودين الدخل، يعني هذول وين راح يروحون؟ كوادر المعهد من المتطوعين يعملون بالمجان، يأخذون أجورهم من ابتسامات هؤلاء الملائكة وفرحهم بالتعلم، لكن على ما يبدو أن هذه الفرحة ستسلب منهم ولا قوة لهم للدفاع عنها واستحصال حقوقهم، فقد استكثروا عليهم مكانا يحتويهم. رسالة إلى كل إنسان يحمل قلب إنساني، هذا المكان لشريحة خاصة، لشريحة ذات احتياج خاص، لا يوجد من يرعاهم إلا ما قائم هو الآن. أكثر من 400 طفل من أصحاب الهمم في هذا المعهد مهددون بخسارة أبسط أحلامهم وأمانيهم التي تجلت بحروف يتعلموها ومراجيح يقضون وقتهم معها بعيدا عن مآسي الحياة، دون صوت يطالبون بحقوقهم، فأردنا أن نكون صوتا لمن لا صوت له. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.